شمس اف ام بودكاست. ستوديو شمس اديسيون سبيسيال، حلقة خاصة من نص النهار الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. نص النهار و 32 دقيقة في استوديوهات شمس اف ام، مرحبا بكم من جديد في الوقت اللي برشا من انصاروا يعتبروها اب الدستور والرجل الحكيم في وسط المجلس الوطني التأسيسي، خصومه ينتقدوا اداءه السياسي، يحكيوا على رجل يحب يكون صاحب الناس الكل وما يغضب حد، على تجربة الحكم مع الترويكا، الدستور، الانتخابات الجاية والتكتل. نحكيوا اليوم مع ضيفنا مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي والامين العام للتكتل. مرحبا بك سي مصطفى. وبيكم سيدي، شكرا على الاستضافة. مرحبا. البداية منك سي مصطفى بن جعفر، الرجل المتفائل على طول، اللي ما يحكيش ربما على الخلافات، يحكي بارشا على الوفاقات، السياسي اللي يحب يرضي الناس الكل ويكون صاحب الناس الكل، تنطبق عليك الصورة هذه؟ هي مهمة مستحيلة هذه، مش إنسان يرضي الناس الكل، لكن على الأقل السعي إلى التوافق يظهر لي. وي نتصور كونه يعني من حيث تكويني وثقافتي وتجربتي كنت دائما في كل المحطات يعني نقرب أكثر بين وجهات النظر، يعني دور الحكم ما نقولش حاجة أخرى، لأنه في نهاية الأمر هذا يوفق ما بين احترام الاختلاف، لأنه في الاختلاف رحمة كما يقال، وفي نفس الوقت لابد من الوصول إلى الحسم، والحسم ما يزموش يكون لفايد طرف دون طرف. من هون جات فكرة التوافق، وهي نجم تقول حتى في الجينة متاع التونسي. لكن يعني زاد يتقال سي مصطفى جعفر أنه اللي يحب يرضي الناس الكل في الأخر يخسر الناس الكل. ممكن، لا ممكن هو، لكن هذه مسألة تتوضح على مستوى التطبيق والممارسة. بالطبع إنسان إذا كان يسعى وفي وقت من الأوقات مش يحط الناس كل ضده، إذا كان ما يوصلش إلى التوافق يا ما يحط الناس كل ضده، وإلا يلقى روحه في تناقض في مواقفه في تصريحات ربما فيما يخصك أنت. أبرز دليل هو موقفك من دستور ولا من نسخ الدستور حرة جوان 2013، الدستور اللي وقتها أغلب الطبقة السياسية الخبراء رجال القانون بخلاف الترويكا وقتها اعتبروها مصيبة على تونس. أنت وقتها قلت هذا من أحسن الدساتير في العالم، مش ما نقولوش أحسن دستور في العالم، وتلام عليك موقفك لأنه كان مشروع يهدد عدد كبير من الحريات. يعني الهدف في أنك توصل لتوافقات كوت كوت يخليك في بعض الأحيان تقول تصريحات من النوع هذا. مصطفى بن جعفر شو رأيك؟ لا هذا الكل داخل، سمحني مباشرة أنت قاعد يظهر لي تردد في أراء ما تعبر على رأيك، لكن هذا الكل داخل في بوليميك سياسية، يعني ما هوش تقييم موضوعي. التقييم الموضوعي والإنسان اللي تبع المراحل متاع صياغة الدستور يعني يشوفها من فيفري 2012 وقت انطلقت أشغال اللجان التأسيسية، والمسودة الأولى اللي كانت في أوت 2012 واللي أنا فرضت وقتها باش الزملاء ما يخرجوا للعطلة لما يعطيوا المسودة الأولى، نعرفوها اللي فيها كلها نقائص وقتها فكرة التكامل وما صار حولها من زوبعة، ثم مشينا للمسودة الثانية حتى لين خلطنا للمشروع متاع غرة جوان. مشروع غرة جوان اللجان التأسيسية خدمت وصلت الوضع اللي ما عادش نجم تقدم أكثر. إذا يزم كما تقول نقولوا احنا في الترح الكورة، معناتها يزم قفلان الترح. فك المحطة هذيك كان محطة من المحطات نعرفوا اللي فيه نواقص، وتو لو كان نعملوا حاجة مقارنة تو نلقاو تقريبا، معناتها من غير ما ندخل في التفاصيل، تقريبا 60 أو أكثر في المئة من مشروع غرة جوان وقت المحافظة عليه. لكن وقتها كنت تعتبره أفضل دستور، لا من أفضل الدساتير، لأنه باب الحريات، باب الحريات يعني اللي هو بالطبع تحسن. ما تعتبرهاش غلطة في التصريح؟ لا لا لا، ولا مبالغة في وصف المشروع؟ لا لا، هو يلزم الإنسان دائما باش يكون تقييمه موضوع يرجع للوضع اللي كنا فيه.
احنا وصلنا الى وضع اللي كونه ما عادش نجموا نقدموا في تحسين المشروع الا من خلال مراجعه ربما اسلوب العمل. وهذا اللي وقع بعد مشروع غرة تجوان يعني مباشره وصلنا للصيغه اللي وصلنا بها. بالطبع ما رضاتش الناس كل، لكن نجم نقول لك ما رضات الاغلبيه في المجلس، لان هذا هذا ثابت. لكن مش المهم ماهوش الاغلبيه الرقميه، المهم ونرجعوا للفكرة الأساسية التوافقية. التوافق واضح. الأخطار الخلفية دكتور مصطفى بن جعفر، أنا باش ناخذ الكلمة الأخرانية اللي قلتها، أنه لما نجيو نقيموا الأداء نتاع رئاسة المجلس والتكتل أيضا، نرجعوا للظروف وقتها كيفاش كانت. وهذه فعلا هو أنت تعتبره هو يعني تفسير للمواقف السابقة، وفي نفس الوقت ثم كثير من المتابعين يعتبروها هذه النوع من التلاؤم الصعب مع كثير من الأحداث اللي يقوم بها التكتل ويقوم بها أيضا دكتور بن جعفر في رئاسة المجلس التأسيسي من خلال موضوع مثلا الدستور، من خلال المشاريع اللي تقدمت على الدستور 3 و4. كان ديما التصريح دكتور بن جعفر انه هذا دستور هو حصيلة كذا، توافق وهو دستور متطور وممتاز. لما نشوف النسخ اللي متاع الدستور اللي اعطيت فيها اراء ايجابية دكتور بن جعفر، نلقاوها بعيدة برشا، مش كما قلت انت 60 او 70% من الدستور الحالي هو موجود في النسخ الاولى. هذا بالحساب، ولو كان نذكر الابواب هذا ثابت. نعم. ما نش نتكلموا توا ندخلوا في الجزئيات. نعم اما ثابت، وان السوكل نتاعه يعني القاعدة نتاع الدستور اللي صدرنا غرة جوان السوق اللي انطلقنا منه. لا هذا هو العمل كيف نقولوا احنا، فما مراحل. نعم. فما كل حاجة بوقتها. بالطبع المرحلة الأولى هي لابد من إخراج مشروع اللي من بعد باش يقع مناقشة. هذا هو المأخذ يا دكتور بن جعفر. هذا هو المأخذ على الأداء نتاع دكتور بن جعفر في المجلس ومن وراه التكتل، هو انه ديما يرضى بالموجود حسب الموازين القوى اللي هي في تلك الفتره. مثلا تقول انت احنا يلزمنا ننطلقوا ثم السوكل. لما نشوفوا باب الحقوق والحريات في موضوع مثلا الفصل السادس، وين كنا وين صبحنا؟ بالمشاريع موجوده. لا 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 الضمير لم تكن في النسخ الاولى، دخل بعد حوار ما كانش مطروحه بالكل تماما. قضيه التكفير ما كانش مطروحه تماما، ولا كانت طرحتها المعارضه ولا كانت طرحها اي طرف سياسي. هذيك جات على اثر حادثه نذكرها. نحكي على الضمير دكتور بن جعفر، نحكي على الضمير. أنا حبيت نقول حاجة، أنه فعلا هذا تقديري الخاص لدكتور بن جعفر، وهو أنه فعلا يعني هو يمارس كسياسي محترف كرجل دولة فيه التحفظ، فيه التوازن. كلمة محترف كلمتي أنا فيه التحفظ، فيه التوازن، فيه الابتعاد عن يعني المناكفات، عن اللجاجة السياسية، عن الانفلاتات الخطبية. صحيح، إلى درجة أنه التكتل عند بعض الناس صاروا يقولوا له التكتم، بمعنى أنه يتحفظ إلى درجة التكتم على تقديره للمشهد السياسي. واضح. وعلى المواقف القادمه. واضح. نشوفوا احنا الموقف قبل عشيه انتخابات 23 اكتوبر كيفاش صرح دكتور بن جعفر حول انه ما ثماش يعني نوايا التقاء مع النهضه وبعد تغيرت الامور. نشوفوا المواقف من الدستور على مختلف النسخ نتاعو كيف كان التقدير نتاعو ايجابي وبعد شفنا الفرق كبير. نشوفوا في المناقشه الاخرانيه لما يجي سي عبد اللطيف عبيد اللي هو من كتله التكتل ويجي يعمل لك الاضافه العجيبه في اللي اثارت يعني كثير من ردود الفعل لما تصدر عن حزب اسمه التكتل. واضح. للعمل وللحريه. واضح. تثير مشاكل بن جعفر. تكتل وتكتم، الصوره هذه والله شوف هي الصوره. نرجع لنفس الامور، كل انسان عنده الطبع نتاعه وعنده طريقته في العمل وعنده زاد تقييم الوضع ومستوجباته. احنا كنا في فترة اللي ركزنا بالاساس على العمل، في حين غيرنا من حقه كونه اعطى الاولوية للظهور الاعلامي، للتصريحات يعني السخونة، للتوترات الى غير ذلك. التكتم في حدود النجاعة، التكتم احنا مشينا فيه وهذا من طبعنا، كون وقت اللي نبداو نخدموا وجات فرص، ممكن انسان لو كان يطول الحديث يتحدث فيها، جات فرص اللي العباد كانت متنافره باش تقربها لبعضها.
تعمل المستحيل باش تقرب، لكن المهم مش تقول تخرج ظاهر صدرك برا تقول انا اللي لميتهم وانا اللي كذا وانا المسؤول وانا اللي عملت كذا وعملت كذا، لان لو كان تعمل هذا تولي تكسر حتى العمل اللي قمت به، وربما الهدف تولي كما يقولوا كونتر برودكتيف، يعني ضد النتيجه اللي كنت فرق ساعه. ولكن زاد من هنا اتقال مصطفى بن جعفر ديما بالنسبه للتكتل والتكتم. انا لو كان وباش نجي المؤرخين والدارسين باش يرجعوا لاعمال اللجان التاسيسيه وللحوارات اللي وقعت في لجنه التوافقات الى غير ذلك، وباش تشوفوا شنو اللي قاموا به النواب التكتل. لكن مع هذا الكل اتقال ديما اللي ياخذوا مصطفى بن جعفر راضي به. بن جعفر ما يضربش على الطاوله باش يفرض احترام المبادئ اللي يمن بها واللي يمن بها حزبه. مرجعنا لنفس الشيء، لازم نضرب على الطاوله قدامك ولا فوق قدام الشاشه ونقول بهم وعليهم واحنا ضدهم واحنا كذا، اما اللي نخدموه في الاساس ونقاشات الداخليه حتى في اطار الائتلاف الحكومي والتجارب اللي مرينا بها، كنا ما نضربوش على الطاوله، احنا نقولوا هذه ممكنه وهذه مستحيل ونعطيه راينا بكل وضوح، لكن مدام احنا دخلنا في تجربة يعني من الوفاء للتجربة هذه وللالتزامات كونه ما تخدمش مع انسان وتخرج تغدر ولا تسب. علاش ما تمشيوش للاخر دكتور بن جعفر في مبادئكم في الوفاء للمبادئ نتاعكم؟ نعطيك مثال، في فيفريي 2013 سندتم المبادرة نتاع حكومة الترويكا نتاع سي حمد الجبالي، سندتوها هالفكرة هذه او المشروع اللي اقترحه سي حمد الجبالي، بعد لما حركة النهضة رفضت المقترح نتاع الامين العام التكتل تراجع تماما وما عادش يدافع على مشروع حكومة تكنوقراط غير متحزبة كما تسميهم انتوما، تقولوا حكومة كفاءات غير متحزبة، ما دافعتوش عليها ودخلتوا في ائتلاف حكومي جديد. علاش ما تمشيش للاخر في الدفاع عن المبادئ؟ التقديم نتاعك هو بيد حكم لكن حكم مجانب للشيء اللي عشناه وقتها. علاش ديما نقول نرجع للظرف؟ الظرف هو كونه قبل ما يقع الحدث الجلل يعني الاغتيال السياسي بتاع الشهيد شكري بالعيد، شهرين قبل وفي اطار الائتلاف الحكومي يعني. كان نقاش حول تعزيز الفريق الحكومي بشخصيات مستقله وتطعيمه بناس اخرين، لان فما شعور وان ما عادش فما التجاوب المطلوب. كي جاء الحدث سي حماد جبالي مشى مباشرة إلى المرحلة الموالية، لكن كان فما إعداد سابق، يعني الفكرة هذه ما يعرفوش الناس. شكون اللي وراها دكتور بن جعفر الإعداد السابق هذا اللي قبل ما يصرح سي حماد الجبالي؟ لا لا في وسط في حقيقة في وسط انسقاقية الترويكا، شكون اللي دفع وشكون اللي ما دفعش؟ اللي المكونات نتاع الائتلاف الحكومي كنتوا تحكيوا عليها في تنسيقية الترويكا من قبل شهر ونصف قبل، يعني شهر جانفي كامل. ذكرك دكتور بن جعفر شهر جانفي كامل كانت حوارات دورية فهالموضوع هذا يعني هذا صحيح هذا واقع. عندما جات المقترح نتاع سي حماد الجبالي احنا جاوبنا معاه تماما، ولكن ما تنجحناش. لا لا شنو كيفاش مشينا فيه حتى للاخر حتى لين هو استقال. ليش شنو معناتها؟ معناتها يلزمنا نستقيلوا معاه. اي هو استقال على خلفيه المشروع نتاعه، انتم مشيتوا في تشكيله جديده. هو استقال كامين، هو كان امين عام للنشطه. امين عام هو استقال كرئيس حكومه. نحكي لك وقت اللي احنا وقفنا معاه، وقفنا معاه لانه كان رئيس حكومه، هو امين عام لحركه النهضه، عنده خلافات في داخل حركه النهضه اللي ما مشاتش معاه في الاتجاه هذا، لكن في نفس الوقت هو كان الطرف اللي كنا نخدموا معاه مده سنه، يعني ماهوش جاي براني. يعني ما تعتبرش انكم كنتوا لازم تمشيوا بالراي ذاك مع مختلف قياده النهضه، فهو استقال انتهى. اللي هو وضع حد للتجربه نتاعو، احنا وقت اللي مشينا معاه ما كانش راضي علينا النهضه في الوقت هذاك. مو هذا زاد تعرفوه تابعوا بالطبع تعرفوه، لكن وقت فاش تشددنا علاش قال قاغل تماما؟ تشددنا في تحييد وزارات السياده. الوزارات الاربعه. وهذا يعرف الناس الكل القاسي والداني وانه تكتل كان وراء العمليه. واضح، ناخذوا فاصل ونواصلوا حوارنا معك مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي الامين العام للتكتل. سبيسيال حلقة خاصة من نص النهار الماريساتين
مع حمزة البلومي. وفي حوار خاص اليوم مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام للتكتل. من جديد مرحبا بك سي مصطفى. بعد ما حكينا شوية على تجربتك والصورة اللي موجودة عليك وعلى التكتل حاليا بعد تحالفك مع النهضة والسي بي ار في الترويكا، أنت اليوم كيفاش تقيم تجربة حكمكم في التكتل مع النهضة والسي بي ار؟ احنا قاعدين وقلنا هذا صرحنا به وأن في فترة تقييم يعني داخلي على مستوى التكتل، وهذا باش يقع تتوجه في خلال اجتماع المجلس الوطني القادم في نهاية هذا الأسبوع. بقى مجملا يعني النتائج نهاية هذا الأسبوع في اجتماع، معناتها باش الموضوع مازال مطروح وربما يحتاج إلى تقييم جماعي، لأن المسألة ماهيش قضية خاصة بالتكتل، هي قضية وطنية، تجربة مرت بها تونس مدة عامين، مرحلة انتقالية يعرف الناس كل، وأن من أدق المراحل سواء كان بالدراسات المقارنة مع التجارب المماثلة بالتجارب المجاورة فيما يسمى بالربيع العربي، هذا كله يلزم التقييم، لكن المهم في التقييم هو أنه يكون هادي ويكون موضوعي، معناتها ياخذ بعين الاعتبار دائما نرجع لها الغالب الكلمه شنو هو الظرف، شنو هو المعطيات الموضوعيه اللي ثم النتائج نتاعها وقت واحد يقيمها، هل ترى خارقه العاده كما كانوا يقولوا. هذا هو يعني باختصار، انت اليوم سي مصطفى جعفر تقول مثلا تقول كنا نجموا نعملوا خير، ولا تقول عملنا الممكن نعملوه. لا هما الاثنين ينجموا يمشوا مع بعضهم، عملنا الممكن لكن كنا نجموا نعملوا خير، لكن كيفاش نعملوا خير؟ نعملوا خير بتغيير البشر، ربما أسلوب العمل، طريقة التحاور، لكن ربما زاد هنالك عدد من المعطيات اللي هي خارجة حتى على نطاق الائتلاف الحكومي وخارجة حتى على الناس الفاعلين في الساحة السياسية. الظروف اللي مرينا بها، الأزمة الاقتصادية بتاع أوروبا، شنو المسؤولية بتاع التوانسة فيها؟ ما عندهم حتى مسؤولية. الشيء اللي وقع في ليبيا مثلا، شنو المسؤولية بتاع التوانسة فيه أو الائتلاف الحكومي أو حتى المعارضة التونسية؟ ما عندناش دخل في هذا، لكن هذا معطى موضوعي لابد ناخذوه بعين الاعتبار في التقييم، مش يكون تقييمنا موضوعي، لكن جلوبال تعرفوها كلمة جلوبال بوزيتيف، يعني في المجمل يعني كانت تجربة نجم نقولوا إيجابية، خاصة عندما نشوفوا إلى أي شيء انتهت إليه مصادقة على الدستور. فيما يخص الدستور أنا باش نجيوها. فيما يخص الدستور وغير الدستور نجموا ندخلوا حتى في التفاصيل، لكن ما بدون مختلف الخلفية. بانتظار خروج وظهور هذا التقرير أو التقييم، دكتور بن جعفر تراش أنه ثم كلام يتقال أنه الخاسر الأكبر من يعني تخلي حكومة سي علي العريض وتولي حكومة كفاءات مستقلة، الخاسر الأكبر هما شريكا النهضة، المؤتمر والتكتل فيما يعنيك، بينما أن النهضة الخروج متاعها كان لفايدتها. هذا جزء من السؤال. الجزء الثاني منه خلينا نشوف نفس السؤال دكتور بن جعفر، نفس السؤال، تراش أنه كان بالإمكان في تقييم أدائكم أحسن مما كان؟ ليك هنجاوبك على هذا في الاخر، كان بالامكان احسن مما كان، لكن على شكون تعود المسؤوليه؟ هذا كما قلنا تقييم موضوعي، وقتها نجم نحدوا هالمسؤوليات هذه الكل، الخاسر ولا الرابح. انا نجم نقول لك وان الرابح الاساسي، وصدقوني تعرفوني على مدى عشرات السنين، الرابح الاساسي هو تونس، والقضيه لا هي تكتل ولا هي سي بي ار ولا هي نهضه، لان الفكرة الأساسية اللي هاي رجعت توها طبقناها بشكل آخر ولقينا نموذج آخر، لكن التوافق بين كل القوى السياسية على نموذج متاع حكم. الفكرة الأساسية هو أنه الناس كل تحط يدها في العجينة بعد الانتخابات، وهذا نربط بما قلت قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات. احنا قلنا مانيش نعملوا حاجه راس راس مع حزب من الاحزاب، وسعينا بعد الانتخابات باش تكون الرقعه موسعه الى كل الاحزاب، ويعرفوا زعماء الحاليين بتاع الاحزاب الموجوده اللي اتصلت بهم وقعدنا معاهم. ربما انا حاجه نتاسف عليها اللي ما كنتش متعصب اكثر لهالمساله هذه الى اعلى حد، باش نكونوا من وقتها من بعد الانتخابات حكومه
سميناها احنا مصلحة وطنية ما تنجم تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية إلى غير ذلك. هذا أنا نتصور كونه هذا السبب الأصلي لبعض الجوانب أو لجل الجوانب السلبية اللي عشناها في السنتين الأخيرتين، لأن التجاذبات السياسية اللي هي طبيعية بالطبع، وكل إنسان يعتبر روحه في الحكم والآخر يعتبر روحه في المعارضة، مش عارضه الشماء التقليدي، يعني الصورة التقليدية نتاع الديمقراطيات العريقة، شيء طبيعي كون المعارض يعارض وينتقد ومسبح لليل والآخر يحاول باش يصلح. مع هذا تعتبر مصطفى جعفر التجربة إجمالا إيجابية تقول، لكن يقول قايل سي مصطفى إذا استثنينا الدستور اللي اصلا ما نجمتوش تكملوه وحدكم، ما كملتوه الا بحوار وطني وبمنظمات راعيه للحوار، فنبقيه البيلون تركه كبيره، تركه سلبيه اقتصاديا واجتماعيا. نجحتوا في الدستور وفشلتوا في تسيير البلاد، شنو رايك؟ غلط تماما. مره اخرى في كل تقييم يلزم حاجتين، الموضوعيه والتنسيب. أي. والمقارنة مع الحالات المماثلة كيفاش مشات وكيفاش جات. هذا الكل كان تاخذ المعطيات هذه للانطلاق توا تشوف، وأن تونس الوضع متاعها إذا كان باش ناخذوه من بعد الثورة عام عام كارثي بالفعل، لكن ما نحطوش المسؤولية متاع الكارثية متاعه على ثلاثة حكومات اللي خدمت، لأن لقات قدامها وضع اختلال أمني يكاد يكون كلي، مطلبية مرتفعة إلى أكثر حد، والنتيجة هو كانت السياسة هي مواجهة الأمور المستعجلة، وانتهينا العام بنقطتين تحت الصفر في النمو. في النمو 2012 3.5 في النمو، يعني انطلاق على الأقل على المستوى الاقتصادي، الأمن بدأ يتحسن شيئا فشيئا، جاءت العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية. بالطبع اللي يحب يطيش كل شيء يقول المسؤول عليه هو الناس اللي في الحكم، لكن اللي حل الموضوعية يعرف شنية المعطيات اللي جابت الإرهاب لتونس ودخلت السلاح لتونس. السلاح ما دخلش لتونس في 2012 و2013، السلاح دخل وقت اللي ليبيا يعني في حالة تكاتك وحرب، ما زال دخل في 2012. نحب نقول وأن التقييم كيف يبدأ موضوعي، تقول الشيء اللي هو سلبي وتحدد المسؤوليات، وفي المسؤوليات قلة الخبرة موجودة، قلة التجربة في العمل التوافقي، يعني أنا هي الحكومة الائتلافية ثم في الديمقراطيات العريقة، وقي تسمع كواليسيون تبدأ التجاذبات في وسطها، فما بالك بأول تجربة بعد الثورة، أول تجربة بعد انتخابات ديمقراطية، وأول تجربة في عمل ائتلافي. هذوما كلهم المعطيات كيف تحطهم مع بعضهم تفهم اللي فهم حاجات مشات وفهم حاجات ما مشاتش، لأن كما قلنا القواعد، ترسيخ القواعد الديمقراطية ما زالت تطلب شوية شوية وقت. دكتور بن جعفر، أنا رأى أنه المنتظر الآن هو القيام والشروع في مراجعات وفي النقد الذاتي اللي مش قاعدين نسمعوا فيه بمعناها بوضوح، قاعدين نشوفوا كان في التفسير وفي التبرير احيانا. لما نحكيوا على الارقام نفلوا جوانب اخرى مهمه، نعطيك بعض المؤشرات عليها. هي في تقييم حصيله حكم الترويكا الان، التوانسه الان دكتور بن جعفر مقسمين اكثر من قبل. للاسف 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 الارهاب دكتور بن جعفر الان في بيوتنا وفي احيائنا وفي المدن نتاعنا. ما نقارنوش روحنا احنا بليبيا ولا سوريا. نسبة الأمل دكتور بن جعفر، نسبة الأمل عند التوانسة ضعفت برشا، والدليل أنه وجوه التجمعية أسفرت عن وجوهها وصارت تقول هاو الفشل بتاع ترويكا هو معناه مشروعية، يعطينا مشروعية للعودة من جديد. لما خلينا الأرقام نشوفوا هل المؤشرات هذه تعطيك الحصيلة نتاع حكومة وهذا ترويكا حكومة ترويكا. وهذا دليل فشل مصطفى بن جعفر، شنو رأيك؟ شنو دليل فشل؟ الكلام اللي يقول فيه مختار الخلفي. لا لا ماهوش دليل فشل، لا لا مش دليل فشل. هذا الناس اللي تحب تقارن وضع استثنائي بعد ثورة وفي مرحلة انتقالية وبناء ديمقراطية ناشئة، وناس اللي العدد كبير منهم ما كانش عندهم خبرة في تسيير الحكم السابق، يعني أنا كنت صغير في 56 يعني بعد الثورة الأولى وانتزاع الحكم من أيدي الفرنسيس. واحد يقارن الفترات هذه باش يعرف، وإلا عندنا تجارب أقرب في الانتقال الديمقراطي سواء كان في بعض بلدان من أوروبا الشرقية ولا أمريكا اللاتينية، ونشوفوا المحطات اللي مرت بها والصعوبات اللي مرت بها
قبل الوصول الى الاستقرار المنشود. تقسيم فرنسا بالامل هذا كله عنده مسبباته، منها ربما جزء من الطبقه السياسيه ما عطاش لهالخصوصيه هذه نتاع المرحله الانتقاليه القيمه التي تستحق. وهنا نرجعوا لحكايه الحكومه وحده وطنيه والناس كل فرد معناتها باش يسيروا وينقصوا من التجاذبات ويهتموا والمسؤوليه المقسمه بين الناس الكل. هذايا قضية الأمور الاجتماعية، مقاومة البطالة، التفاوت الجاوي، هذايا الكل من نجم نتحاماو فيه الكل ونربحوه إلا وقت نحطوا اليد في اليد. هذايا في التقييم عدنا في حملة انتخابية اللي ما توقفتش من 14 جانفي 2011. هنا جاينا الحملة الانتخابية. هذايا في التقييم غدوة، اليوم وغدوة شنو فيه الانتخابات الجاية، تقييم حكومة مهدي جمعة، موقع التكتل في التحالفات الجاية. مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام للتكتل مازال معانا، راجعين بعد أخبار. ستوديو شمس إديسيون سبيسيال، حلقة خاصة من نص النهار الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد في ستوديو شمس، ماضي ساعة و13 دقيقة في ستوديواتنا. حوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين، حوار خاص اليوم مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام للتكتل. من جديد مرحبا بك سي مصطفى. وبيكم سيدي. حكينا على التجربة ما قبل الدستور حتى ليوصلنا للدستور، ومن بعد تجربتكم في الحكم مع الترويكا. إجمالا نجيو إلى حكومة مهدي جمعة، حكومة قال عليها رئيسها أنها عندها شرعية توافقية وانتخابية في حواره الأخراني. فهمت على شنو يحب يقول كيف يقول عنده شرعية توافقية وانتخابية مهدي جمعة؟ لا لا نفهمه. أولا شرعية توافقية واضح، وأن الحكومة هذه ماهيش متكونة من ناس تمثل الأطياف السياسية، سواء كان في إطار الائتلاف الحكومي الثلاثي أو أحزاب المعارضة، لكن هي في نفس الوقت توافق بين نقول أنا جل الأطياف السياسية مش كلها. الشيء الثاني يقول انتخابية، نتصور الكل، وحتى كانت تسأل رجال الإعلام ورجال السياسة يقول لك المهمة الكبيرة اليوم اللي هي طالما نحن ما زلنا في المرحلة الانتقالية هي الإتمام هالمرحلة هذه بانتخابات. وشيء واضح وأن المهمة التنظيم الانتخابات هي من الأولويات، من أولويات المتهمين. لكن هو يحكي على شرعية انتخابية، يعني هو وقت الحكومة ليست منتخبة. لا أنا نتصور كونه ربما هذه ما نعرفش كيفاش قالها، أما نتصور كونه الشرعية اللي كونه هي باش تنظم الانتخابات ما جابش يتكلم. بالطبع هي وقعت المصادقة وعطتها ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لكن هذا زاد كان في إطار محصول من توافق. واليوم تقييمك لأداء حكومة جمعة شنو نعملوا؟ كيف ما وقت اللي تكونت سي حمادي جبالي حكومته بعد أسبوع بدأوا يقولوا لها فاشلة ومدخلة البلاد في حيط وكارثة. لا وأنا يعني جهر شوية لا شوية بالكل خليهم قاعدين، ظهر فيهم أولا ربما يغتنموا هالمناخ هذا اللي مناخ يعني فيه شيء من الهدوء ولو أن المطلبية ما زالت متواصلة، لكن فما هالتوافق هذا يعطيهم هامش اللي يخليهم ربما يتعمقوا أكثر في القضايا ويكونوا أقل من الضغط الإعلامي والضغط الشارع. يظهر لي معناتها خليوا لهم المجال. تكلم هو السيد رئيس الحكومة يعني سي المهدي في حديث تلفزي وقال تقريبا كيفاش يقيم الوضع وشنو المطلوب منه. السيد وزير المالية زاد كذلك في حديث مطول لجريدة قال زاد كيفاش يتصور الحلول بالنسبة للمرحلة القادمة. يظهر لي نخليو لهم الوقت الكافي باش يعدوا ميزانية تكميلية، هذيك اللي ربما تكون محطة من المحطات الهامة اللي أنا باش توضح بالضبط شنو التغييرات اللي هما ناويين يدخلوها على طريقة تسيير الحكومة. مختار خلفي، أنا رأى بعد تقريب توا أسابيع قريب حتى قريب شهرين الدكتور بن جعفر لم يغادر بعد أنه أو جبة الترويكا، التوا ما زال نسمع في كلام من قبيل الموقف السلبي اللي ذكرته توا حول دور المعارضة. قلت بعد بأسبوع قالوا فاشلة، والكلام هذا قاله حتى رئيس الجمهورية
في عند مستقبل الحكومه الجديده، قال لهم بعد درج بالمقالم نتاعو باش يخرجوا يقولوا فاشلين. يعني هذا الراي، هذا الخطاب، هذا تقريبا متشابه بين الخطاب تاعك انت الان وخطاب رئيس الجمهوريه في الموقف في الموقف من المعارضه. يعني كاينك تستبطن دور معين، وظيفه للمعارضه، وهي المعارضه اللي تستنى وتعطي كراس ب 100 ولا ب 200 يورو ولا ست اشهر. نقارنوا بالواقع نتاع اليوم، الواقع نتاع اليوم الواقع نتاع اليوم، لو كان الحادثه، ناخذ مثل بسيط، لو كان الحادثه المؤلمه نتاع جندوبه وقعت وعلي العريض مثلا رئيس حكومه، راهي الدنيا قامت وما قعدتش. الحقيقه وما هو تفسيرك الامر يعني دكتور؟ ثم موقف يعني مسبق، يعني مش مبني على مش مبني، موقف تنجم تقول آلي، يا رفق آلي سيستماتيك. بعد اسبوع من تكوين تشكيل حكومه سي حمادي الجبالي بدات عليها الانتقادات، يعني حتى الريبي هذا نتاع شهر شهرين اللي يعطى لكل الحكومات في العالم، يقول باهي خليه يعطيه نفس باش يدخل الدير ويستانس بالكرسي وبالتليفون ويبدا يشوف الملفات. ما انا هذا عشته من زاويه معينه ربما. ما غادرتوش لتوا، ما زلت تتكلم. لا 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 لا، انت طالب فيها تقييم. انا طالب تقييم ومسافه نقديه من التجربه وتجربة الكل، الحكم والمعارضة. كنت نحكي على التجربة وقلت عندها سلبيات، لكن اون جيت با تو قال راجل على شماعة المعارضة لو بي بي افيك لوديو با. لا، شماعة المعارضة مش شماعة، هي اختلفنا في تقييم المرحلة، وهذا طبيعي من المنطلق. لا ماهوش طبيعي، الطبيعي هو كونه بعد الانتخابات اللي اعطات ما اعطات من نتائج، كونه نحاولوا خدمة لمصلحة تونس نقولوا شنو الحل الأمثل أو الأقرب من المثالية. الحل الأمثل وهذا التاريخ يذكره، وهو أكدنا عمليا وأن كيفاش نقضيه على التجاذبات، كنا نجمو نقضيه عليها لو كان العباد الكل يديها في المخلة. توا حاولنا باش نقضيه عليها بالخروج، إخراج كل الأطياف السياسية من مسألة التسيير، وعطيناه الناس نعتبروهم غير متحزبين ومحايدين. قداش ضيعت تونس من وقت باش توصل للحل هذا؟ من ديسمبر 2012 لما تكلم الرئيس بيدو بعد أحداث الرش في سليانة ودعا إلى حكومة مصغرة تاع كفاءات مصغرة، وبعد انسى الأمر هذا حتى الفيفري وقت جي سي حمد الجبالي يعمل نفس المقترح، رجعنا لها توا تقريبا بعد عام وشوية. يعني تونس ضيعت زاد فرص للخروج من الأزمة نتاعها. صحيح اللي فما فرص موقعش استغلالها، لكن هنا لابد من تحديد المسؤوليه مره اخرى. احنا بعد استقاله سي حمادي جبالي عندما تكونت الحكومه نتاع علي العريض، نفس المحاوله عاودت من اول جديد بعد احداث يعني 6 بعد الاتحاد، بعد احداث 6 فيفري، بعد الاغتيال نتاع الشهيد شكري بالعيد. نفس المحاوله لتوسيع الرقعة نتاع الفريق وتوسيع التمثيلية، وكادت تنجح لولا ربما بعض التخوفات. ما كل واحد عنده الحجج نتاعو، عنده الدوافع نتاعو، ماهوش هوني ما نحكم على حتى حد، لكن للأسف هوني زاد فما وقت ضايع للأسف. باش نقدموا شوية، نحكيوا على اليوم ونحكيوا على غدوة مع البيلون هذا اللي كنا نعملوا فيه مصطفى بن جعفر، تحالف مستقبلي مع النهضة والسبير وارد؟ هو في الوقت الحاضر ماهوش موضوع حديث. الشيء اللي واضح من خلال على الاقل المشهد السياسي اليوم والتجربه اللي عشناها، نفس المبدا، لا يمكن لاي طرف حتى ولو تعطيه الارقام غدوه صندوق الاقتراع يعطيه اغلبيه مطلقه في مجلس نواب الشعب القادم، غير قادر باش يسير وحده البلاد وهي تمر بهالمرحله الانتقاليه. وهذا مش علم لدني، هو مساله موضوعيه، لكن قاعدين يقولوا فيه اغلبيه القيادات السياسيه حتى ولو في اطار التنافر. يعني هذا فيما يخص التحالفات بصفه عامه. لا لا، بصفه عامه، بصفه خاصه النهضه، هل فما مستقبل تحالفكم معاه؟ مش مرة أخرى، مش مع النهضة. علاش مع النهضة فقط؟ لأنكم جربتوا مع بعض. لا، جربنا مع بعضنا، عندنا تقييم للتجربة، قلت لك احنا بصدده، فيه العديد من الإيجابيات، فيه نواقص، يلزم التقييم قلت يكون جماعي، مع أي أنتم كذلك باش تشاركوا في التقييم هذا، لأن شأن وطني ماهوش وشأن عام. بعد الانتخابات باش نشوفوا شنو هي التركيبة، وخاصة وأن الانتخابات القادمة خلافا للانتخابات السابقة باش تكون مركزة على البرنامج. أي.
التونسي اليوم يستنى عنده مشاكل واضحة موضوعية، البطالة، التفاوت الجهوي، قضية التمويل، الاستثمار، تشجيع الاستثمار الوطني والاستثمار الخارجي، القضايا هذه الكل يلزم اللي باش يدخل في منافسة يلزم يكون عنده برنامج. تحالفات بالنسبة لك انت ما تجي كان بعد الانتخابات مش قبل، ما تنجموا نتحدثوا فيها، لا تنجم تكون قبل في تقريب الناس اللي عندهم نفس البرنامج. وانا نشك انه يكون عندنا نفس البرنامج احنا وحركة النهضة، احنا عندنا برنامج في التكتل بمئة نقطة نرجعوا له ونشوفه مثلا في الدستور تقريب يستجيب على 90% أو أكثر من الطلبات متاعنا، بالنسبة للأمور الاقتصادية والاجتماعية النسبة أقل، وبالطبع طموحنا هو كونه يكون برنامج تنموي يحقق العدالة الاجتماعية ويوفق ما بين دفع الاقتصاد ودفع الاستثمار. ما عندكمش ربما نفس البرنامج مع الثروة الوطنية مع النهضة؟ نجم يكون عندكم نفس البرنامج مع نيدا تونس؟ سيب يس، أنا قاعدين نشوفه، احنا نستناو في برنامج متاع نيدا نحكم عليه، أما سعيد ياسر خاصة عندما نشوف التركيبة اللي هي متلونة وربما هذا فيه ثراء أي نجم يكون فيه ثراء نجم يكون فيه ثراء، لكن نستنى لا نجم يكون زاد تناقضات داخلية كما يقع في عدد من الأحزاب اللي هي ذات الحجم هكا كبير، تقع تناقضات وهذا يتوضح. تستبعد التحالف مع نيدا تونس قبل وبعد الانتخابات في الوقت الحاضر؟ خلينا ما لا نرجم بالغيب. احنا نتصور كونه اذا كان فما في الوقت الحاضر فما هدف نحاولوا باش نحققوه ونسعاولوا، هو زاد اولا تجميع العائله الديمقراطيه الاجتماعيه. وهذا واضح البرنامج متاعنا، الأهداف متاعنا، تاريخنا، الاتينرار متاعنا من وقت اللي تأسس التكتل، حتى بالنسبة لعدد من الشخصيات قبل حتى ما يتأسس التكتل. أنا هذا هو الهدف. إذا كان وصلت هالقوة هذه إما تتلم فرد قوة وإلا حتى ما هيش باش تتلم في جبهة انتخابية، تتلم حول مشروع تكون حاجة مهمة ياسر بالنسبة لقادم الأيام يعني لما بعد. ما شكون معاكم في هالدار هذه سي مصطفى بن جعفر اليوم الموجود في الساحة؟ واضح في هالعائلة لا قاعدين نتصلوا بالناس الكل اللي هما لهم شكون الأحزاب مثلا اللي باش توضح لنا احنا الصورة اللي تعتبرهم في العائلة اللي ينتمي لها التكتل. فما ناس تحالف مثلا الجمهوري هذوما كلهم موجودين وهذوما قاعدين نحاولوا باش نعملوا اتصالات ما دامت في بدايتها الاتصالات. هذاك علاش ما نحبش نتسرع ياسر في بعض الامور. انا كنت حتى كيف نحدد موعد من الناحيه الاستحثاثيه حتى ولو الموعد هذاك ما يتحققش، لكن على الاقل يدفع بالناس باش يولي يخدموا 10 سوايع في النهار اكثر. بالنسبه للمساله هذه يظهر لي اكثر ما يمكن من التريث وهدوء ورصانه، باش زاد كيف الناس اللي تقرب لبعضها ما يشعرش كونه فما شكون يدفع فيهم بالسيف ولا يكركر فيهم بالسيف. الافضل هو كونه يكون حوار حول البرامج، حول الاهداف، تقييم زاد كذلك للمرحله اللي مرينا بها. واذا كانت تقربنا في المساله هذه بالطبع وقتها انسان يخمم في الامور العمليه ما بجبهة انتخابية والا ارجاء الامر نتاع الى ما بعد الانتخابات. مختار خلفي، هو ثم حقيقه ما نجموش نتجاوزوها وهي انه التكتل يخرج من تجربة الحكم اضعف مما كان برشا، وهذاك علاش النوايا نتاع عقد الجبهات او تحالفات قادمة ذكرها دكتور بن جعفر تقريبا منذ اسابيع في صفاقس على ما اعتقد، انه قال نحن باستعداد او مدينتنا لجبهات او لتحالفات قبل الانتخابات او بعد الانتخابات، بمعنى انه يشوف على تحالفات ممكنة او محتملة تكون تحالفات في إطار جبهة انتخابية أو بعد الانتخابات تكون في إطار جبهة حكم. المشكلة هنا أنه التكتل يخرج كما قلت مهري من تجربة الحكم. والله يعني إيش الحكم وهذا تقديري أنا دكتور بن جعفر، هذا تقديري أنا إذا تسمح لي فيها يعني. لا لا تقديري أنا خاص لا نحسابك باش تسألني يا البشراكي واش نشوف التكتل وباش نسألك عليه. يخرج قلت أنه التكتل يخرج مهري من تجربة الحكم، شنو باش تقعد له إمكانيات واحتمالات التحالفات القادمة هي اللي يحكيوا فيها تو الان مع مثلا الخط الثالث هذا اللي هو التحالف الديمقراطي والناس اللي معاه، رغم انك انت دعيت العائله الديمقراطيه، قلت العائله الديمقراطيه تجتمع الاجتماعيه نعم العائله الديمقراطيه الاجتماعيه الديمقراطيه
الاجتماعيه. وهذا شكون حلفائك من المحتملون؟ هو سؤال مهم جدا بالنسبه للمرحله القادمه. هو سؤال دكتور جعفر، من هم حلفائكم المحتملون؟ مانيش باش نعطيك القائمه تو، هذه ما تستناش على الاقل. لا لا لا، تعرفوهم انتم شنو هما القائمه الموجوده في الوسط، واللي هي لا هي من شيره النهضه ولا هي من شيره نداء تونس. هذاك هذاك الكل شان دانفستيغاسيون اي دو كونتاكت، هذا هذا الواضح. كون الحاله نتاع التكتل وكي تقول اضعف برشا من اللي كان، هذا مش صحيح. خاصة تو لو كان قلت لي الكلمة هذه تو شهرين، نخليه نقطة استفهام، لأن أنا عندي زاد شعور وتقييم، وأنت عندك شعور وتقييم ونحترمه. في الوقت الحاضر، علاش نقول في الوقت الحاضر؟ على خاطر الناس اللي إما جمدوا نشاطهم، ونتكلم عن الناس الجديين، ما نتكلمش عن الناس اللي جاي باش يقضي قضيه وما لقاهاش يمشي لبقعه اخرى. عن الناس الجديين نتكلم عن المناضلين والمناضلات اللي بالمجد امنوا بمشروع التكتل وجاوا وتحمسوا له وعرقوا وعملوا فيه من 18 سنه الباب تقريبا. الباب لا، هذوك عددهم محدود، هذوك اللي خدموا فيه توا من المؤسسين عددهم محدود ومحدود جدا. احنا كنا ما نفوتوش بضع مئات، نتكلم على الالاف اللي جات بعد 14 جانفي. عدد منهم فما اللي عملها بسكات جمد ساقه، وفما اللي عملها حبورة لغرض في نفس يعقوب. لكن اللي حقيقة مناضلين ما فهموش شنو ما الأهداف متاع المرحلة هذه الانتقالية، كي غيرهم وتأثروا بالمحيط، تأثروا بالكلام، تأثروا بالانتقادات. هذوما كلهم قاعدين يراجعوا في المواقف متاعهم بعد المصادقه على الدستور. يعني هما غلطين وانتم صحاح. احنا صحاح وهما غلطين. احنا مش صحاح برك، احنا صحاح صحاح. واكدت هذا التجربه اللي وصلت تونس اليوم، رغم الشيء اللي الثمن اللي معناتها دفعته تونس، لكن باقل التكاليف بالمقارنه مع التجارب الانتقاليه. ثم اتاكد اليوم وان خلافا لتجارب نتاع جوار وماهيش بعيد علينا، قاعدين ماشيين ان شاء الله في المحطه الاخيره لاعداد الانتخابات القادمه. واضح سيدي. وهذا علاش قاعدين يراجعوا في المواقف نتاعهم، وبدينا نشوفوا في البعض منهم يرجع مصطفى بن جعفر، وان شاء الله باش يكون اقوى مما كان عليه. حوارنا مازال متواصل معاك، نحكيو على الرئاسيات بعد الفاصل. استوديو شمس اديسيون سبيسيال، حلقة خاصة من نص النهار الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. وضيفنا اليوم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام للتكتل. سي مصطفى، قلت أنه إذا دعاك الحزب للترشح للرئاسة فإنه شرف كبير ليك رغم ثقل المسؤولية. وأنا كيف سلت عدد من قياداتكم في التكتل في الأوف، قالوا بالطبيعة باش نرشحوا بن جعفر، يعني رسمي بن جعفر مرشح التكتل للرئاسة. ما ليش كان عندك الوقت باش تتصل بالناس الكل؟ اي مش الناس الكل بيهم، ربما احبابك واصحابك واللي قرب ليا. اما اذا كان هذا، لانه يلزم تقييم، مره اخرى نقولها ولو الكلمه فيها شويه تكرار، يلزم تقييم موضوعي للساحه السياسيه وللتغيرات والبلاد، معناتها خصوصا فيها اشياء من النوع هذا وفي الوقت المناسب. زاد انسان أن كلمة مش بها ياسر شكون يسبق للسوق. لكن المهم هو كونه العملية تنطلق في موعدها مع تقييم إيجابي. لكن وقت تقول إذا الحزب يرشحني والحزب قيادات فيه، يعني لهم أصحابي لهم أحبابي، ولكن لا لا بعض القيادات عندكم يقول ما يكونش عندك أحباب وأصحاب. لا لا في التكتل وغيره. لا لا مش مشكلة. أما يعني في منطقة أنهم قيادات في الحزب يعتبروا من الطبيعي الترشيح مصطفى بن جعفر. ماهوش موضوعي كما بعض مش من الطبيعي ترشيحك مصطفى، ينجم يكون واحد اخر في تكتل وعلاش لا؟ الحزب هو اللي باش يقرر مبدئيا. ممكن في الجو العام اللي هو موجود اليوم في الحزب، انت الامين العام ورئيس التأسيسي، وبالتالي من الطبيعي انك يعني يرشحوك. هذا كلام ما تقييم موضوعي، لكن ساعه ساعه الامور ما تمشيش في نفس الاتجاه. في كل حال انا مانيش بنرفض اذا كان يقع التوافق داخل الحزب، اللي كونه مصلحه الحزب ومصلحه البلاد تفرض كوني نتقدم. واضح. موضوع ترشحك وترشح رئيس الجمهوريه للانتخابات الجايه عامل اشكال في الساحه السياسيه، بما انه المعارضين نتاعكم قالوا مش معقول
معقول تترشحوا وتعملوا حملاتكم الانتخابية وانتوما في مناصبكم متاع اليوم رئيس مجلس وطني تأسيسي ورئيس جمهورية وبالتالي تتمتعوا بالأموال العمومية؟ شنو رأيك في الكلام هذا؟ بالله وقتش المعارضة قالت فينا كلمة خير، أعطيني حالة واحدة فكرني فيها وقت الشيء. ربما هذا موضوع ذكرك بها، ربما هذا موضوع. يوم 6 أوت لما علقت أشغال المجلس الوطني التأسيسي المعارضة قالت فيك برشا كلام باهي. أي خاطر تصورت كوني أنا وقت اللي مشيت للقرار هذاك هو في خدمة شق من هو خدمة تونس صحيح. يعطيك الصحة هذاك. لكن ربما هنا في كلامهم فما نوع من الموضوعية. لا ما سمى حتى موضوعية، فما قالت لك هذيك الحالة المستمرة من اللي انطلقنا لليوم. بقى ربما أنا سهلت عليهم المرة هذه المأمورية لأني في تصريح من تصريحاتي قلت إذا كان غدوة يرشحني الحزب متاعي ومترشح فأنك مش تستقيل نرى، ونحن في إرساء تجربة جديدة ديمقراطية جديدة نرى كونه التنافس يلزم الناس الكل تنطلق من نفس الخط. استعملت حتى ستارتينج بلوك، فهمتني ولا لا؟ وتكون تقريبا الامكانات متاعها متقاربه مش متفاوته اكثر من اللزوم، وهذا المعنى متاع المنافسه. لكن علما وان المساله لا هي قانونيه ولا هي مفروضه، والديمقراطيات العريقة نشوفوا رؤساء الجمهورية حتى لاخر دقيقة ورئيس الجمهورية ويشارك في الحملة متاعهم. يعني وقت اللي باش يرشحك التكتل وقتها نحكيه على استيقاظ مصطفى بن جعفر من رئيس مجلس الوطني التأسيسي. وقت ايش ينجم يكون هذا؟ فانا حدود والله ما نجمش نقول لك. هي اولا المهم هو كون الانسان يدخل في الحملة الانتخابية، الحملة الانتخابية 3 أشهر قبل الموعد، لانه يعني فما عطلة نيابية زاد تقريبا في حدود جوان جويليا. عملنا عطلة، ما عملنا عمرنا ولا عملنا عطلة. اي الوقت الرسمي شهر جويليا واوت وحتى شوية من جوان وشوية من سبتمبر، لكن احنا العطلة النيابية متاعنا تكون ب 15 يوم ماكسيموم. يعني قرارك باش يكون في الحدود هذيك جوان جويليا قبل العطلة النيابية؟ ممكن القرار معناتها الوقت هذا كما معقول، خاصة وقتاش بتتحدد الانتخابات. نحكيو على الانتخابات الرئاسية مزيدة على التشريعية، واحدة من المشاكل المطروحة الانتخابات مع بعضهم، وإلا شكون قبل الآخر؟ رئاسية قبل، تشريعية قبل، نعملون فرد نهار؟ كيف ما تعرف هذا باش يكون تتحدد الأمور في إطار توافق بين الأطراف السياسية الكل أو على الأقل أغلبية واضحة تصدق عليه. أنا رأيي كونه حاجتي يلزم الفصل، يلزم الزوز، يلزم الفصل. افضل شيء، لان اولا ما هيش نفس الطبيعه نتاع الحملات الانتخابيه. اثنين يلزم المواطن نسهلوا عليه العمليه، ما يبداش مشخشب كما يقولوا ب3-4 اسئله في نفس الوقت. رابعا فما تسلسل منطقي، لان احنا تو شوف الوضعيه نتاعنا، احنا عندنا القانون التنظيم الوقتي للسلطات العمومية، وعندنا دستور، والاثنين قاعدين كل واحد منهم عنده توجه وعنده تأثير في بعض المسارات. المنطق أولا يلزم يفصل، والمنطق يقول لتنقيص أكثر ما يمكن من الصعوبات من الناحية القانونية ومن الناحية العملية، كونه الانتخابات الرئاسية تقع قبل ثم بعد مدة طبعا تحدد في الزمن، نجم تكون بضعة أسابيع أو شهر تتعمل الانتخابات التشريعية، وهذا فيه تسلسل منطقي وفيه زاد كذلك تسلسل لتطبيق القانون المؤقت للسلطات العمومية والدستور، لأنه في الدستور الرئيس هو اللي باش يعين رئيس الحكومة الجاي، وبالتالي تقول أنت لازم يكون رئيس المنتخب. ومن ناحية ثانية الرئيس عنده مسألة التزكية، شكون يزكيه؟ يزكيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، هذا بصريح العبارة. هذوما الحاجات اللي ربما ثم في وقت من الأوقات ينجم يكون فما تنازع ما بين رأسي السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إذا كان التنازع هذا يقع ورئيس الحكومة موجود حسب النمط الجديد حسب الدستور،
ورئيس الجمهورية مازال حسب تنظيم المواقف للسلطات الشروطات باش تدخل بعض يعني لا باش تدخل بالمجد بعضها ونوليو نفركشوا في حزاز بالمجد دونك الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات لا التنازع قضية التنازع معروفة وخاصة انه ان ما عندناش محكمة دستورية في المرحلة هذه القادمة والهيئة المؤقتة إذا إن شاء الله نبعثوها في أقرب الأوقات المهمة متاعها الأصلية هي مراقبة دستورية مشاريع القوانين ما عندهاش من مهامها كوني تحل حالات التنازع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنا مش نلقاو روحنا في فراغ قانوني وربما في ظرف متشعب بالتالي تقول باش نبعدوا على المشاكل القانونية لازم الفصل بين الانتخابات والرئاسية تجي قبل التشريعي هذا هو الحوص هذا التسلسل المنطقي تصوروا أنتم رئيس الجمهورية الحالي يعني اللي هو ينضبط لما جاء في التنظيم المؤقت للسلطات وتقع انتخاب مجلس تشريعي معناتها مجلس نواب الشعب ومجلس نواب الشعب يعطي ثقة للحكومة أو ما يعطيهاش للحكومة الحالتين هذوما واردين فهمتني ولا لا يولي هو يعين الشخصية الأقدر كيف ما تو موجود في التنظيم متاعنا وينجم يحل المجلس عنده إمكانية لحل المجلس إذا كان ما وصلش بالحكومة الجديدة باش تكون عندها يعني باش ندخلوا حقيقة في متاهة قانونية في متاهة قانونية ووضع صعب وصعب واضح. جدا من النقاط الخلافية الأخرى موضوع العزل السياسي هنا موقف التكتل حير برشا عباد مصطفى بن جعفر كنتوا من أكثر الناس الرافضين لحكاية تحسين الثورة اتقال عليك وقتها انك انت اللي حطيت القانون في القجر وانت اللي عطلت النظر فيه ولبنى الجريبي قالت بصراحة قالت التكتل باش يصوت ضد قانون تحسين الثورة اذا تعرض في التأسيس اليوم نلقاو التكتل مع العزل السياسي ورئيس كتلتكم في التأسيسي المولدي رياح يصوت مع إدراج الفصل 15 هذا اللي فيه العزل في القانون الانتخابي شو حكيت موقفكم من العزل السياسي أنا راني نحاول باش نتفادى أكثر ما يمكن البوليميك من المرة هذه معك أنت بما أنك تكلمتني هذه مغالطة أيوة مغالطة على حاجتين قولي على الأقل على الحاجة الأولى اللي هي تحسين الثورة والفصل 15 لا قرابة بينهما ما لا كما السماء والوطاء كيف القانون تحسين الثورة قال الراجل بالبالة والبيوش يحب الناس كل يعزلها وهذا علاش استعملت انت كلمة عزل والنقطة الثانية اللي ماهيش هي عزل ال 15 هي عملية وقائية تحييد محددة في الزمن ومحددة في العدد وهي مضبوطة بالمسؤوليات مش بالصفات خاطر كذا حط ثم كيف نقولوا احنا نرجع على الاقل كما مره اخرى قاعده عمل مش هو الفصل 15 كما صيغه اولا صيغه من شكون اللي صاغوه صاغوه ناس قانونجيه ويعرفوا الامور الكل وما ننساوش اللي على اساس مش تعمل مره وما عادش باش يتعاود لا 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 شكون قال قالوا هو مجموعه لا خلينا شقال العليا اللي حملت الثوره وقت المكتوب هو كونه عمليه محدده بالنسبه لعمليه انتخابات عمليه انتخابات تحسين الثوره 7 سنوات يعني فما حاجات اللي هي ما عندها حتى علاقه بين قانون تحسين الثوره اللي ما مشيناش معاه لهالاسباب هذه لانه ماهوش دقيق وربما فيه اشياء تمس حتى بالحريات وبالتالي انتم اليوم مع العزل. حاجه اللي هي تضمن ربما حاجتين يظهروا متناقضين لكن مرة أخرى يلزم لا بد من التوفيق بيناتهم أولا هالشهداء هذوما اللي سقطوا تحت رصاص الاستبداد هذوما باش نقعدوا أوفياء لهم إلى آخر رمقة رمق في الحياة ماهوش ممكن باش نعتبروهم أكاهو مشاو وفاو وسكرنا القوس وانتهى وعلى ليميت فما شكون حتى يشكك في كوني ثورة هذا لا سبيل إليه الحاجة الثانية هذا الشيء يفرض تحقيق هدف أصلي من الثورة هو القطع مع منظومة الاستبداد يعني كل ما ينجم يفتح الباب باش المنظومة هذه تسترجع أنفاسها وبدينا نشوفه مش أنفاس برك قاعدين نشوفه شيء من الوقاحة يعني تو نفهموا احنا ناس يقولوا احنا مواطنين وعندنا نفس الحقوق والواجبات والدليل على ذلك انهم منظمين في احزاب ويتكلموا على في الفضائيات وتستدعوهم انتم وتسمعوهم وتسالوا تطرحوا عليهم الاسئله هذا كله شيء طبيعي في اطار بناء الديمقراطيه الناشئه وتونس المصالحه الوقاحه ويني الوقاحه في كون يقول انتم فاشلين وكذا وكان قاعد نحضرنا امورنا منظمه يعني ينساوا التركه اللي وصلت البوعزيزي باش يحرق روحه وهذا هو الإشكال يعني الدنيا ولات معكوسة
هذا اللي ماهوش مقبول لا هو اخلاقي ولا هو سياسي. وانا نتصور كونه باش تكون ردة فعل كبيرة شعبية على مثل التصرفات هذه، لان هذا خاصة على حامد القروي وحزبه. لا لا مش انا ماش الاشخاص، ما تذكرش الاشخاص، انا ما انا قاعد الخوف اليوم من التجمعيين كونه فما خطاب ما فيهش حتى معناتها مسحة من الاعتذار. قول والله كانت قبل ظروف فارض علينا امور، فما حاجات اللي ما نتحكموش فيها، حاولنا باش نصلحوا ما نجمناش من نوع هذايا. وهو هذا واقع بالنسبه للعديد، لان خلافا لما يقال وان ماهوش اقصاء الفصل 15، ممكن قضيه المناشده فيها فلو لانها حتى من الناحيه القانونيه صعب الضبط، لكن كونه انسان يحل حزب فما امور قانونيه حل الحزب، حزب التجمع تحل. المسؤولين الاولين في سلم المسؤوليات يلزمهم يعملوا، مش معقول انهم يرجعوا يعملوا احزاب اخرى. يعملوا هما لا لا ما يترشحوش للانتخابات. ايوه لا لا مش لا لا، والدليل على ذلك اللي هم خذوا الترخيص نتاعهم، خذوا الترخيص نتاعهم يعملوا في نشاطاتهم واجتماعات عامه. لا لانه فما شكون مشى في المعارضه مثلا قال مش طبيعي انه نعطيه ترخيص للجماعه ذوما في احزاب. هذا داخل في العقليه والروح نتاع قانون تحسين الثوره اللي احنا ضده وما مشيناش معاه، ولو كان يتعرض نصوتوا عليه كما قالوا. مش انا حطيته في القجر، فما مكتب في المجلس اللي هو يمثل كل الحساسيات، والحساسيات الموجوده في المجلس واللي هي متنوعه ما مشاتش في الاتجاه هذا. وقلنا طالما وقعت المصادقه على العداله الانتقاليه نخليوا العداله الانتقاليه تخدم الخدمه نتاعها، علما وان العداله الانتقاليه ما نجموش ننتظروها بالنسبة للمحطة المقبلة، لأن العدالة الانتقالية يلزمها شيء من الوقت باش تخدم الخدمة نتاعها. ونتأسف اللي العدالة الانتقالية ما انطلقتش مباشرة بعد 14 جانفي. ما هذا واضح. مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام للتكتل، حوارنا مازال متواصل معاك. نمشيو مع الكرونو سبور ومع وجدان وانا راجعين. استوديو شمس إديسيون سبيسيال، حلقة خاصة من نص النهار الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. في حوار خاص اليوم مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام للتكتل. مصطفى بن جعفر اللي كان يحكي مختار الخلفاوي قبل كورونا سبور على موضوع العزل السياسي والعدالة الانتقالية، ربما إبطاط العدالة الانتقالية، ذاك علاش مطروح اليوم موضوع الأحزاب التجمعية من جديد. أما علاش إبطاط العدالة الانتقالية مختار؟ حمزة أنت قلت قبل كان يحكي. شوف بالنسبة لمسألة العدالة الانتقالية دكتور بن جعفر، المشكلة أنه ما تمش إرساء قواعد عدالة انتقالية في الفترة هذه، اللي توا منتظر أنه بالنسبة للعدالة في جربها القضائي بطيئة ووقفت بإطلاق رموز النظام السابق، العدالة على السكة غير القضائية هي المسؤولية الأخلاقية والسياسية قاعدين نشوف فيها كما قلت أنت من بكري تبجح كبير واضح. هل أنت دكتور بن جعفر يعني متيقن وواثق من أنه العدالة الانتقالية يمكن استئنافها بعد الانتخابات وبعد تغير موازين القوى بعد الانتخابات القادمة؟ ضروري كوني، لأن هذه كما قلت هدف من أهداف الثورة، كونه تقع بالنسبة للفترة السابقة للحقبة السابقة تقع مساءلة ومحاسبة باش تقع المصالحة. نقول هذا تقول لي أنت هذا الكلام قاعدين نقولوا فيه كل بعد الانتخابات القادمة. بعد الانتخابات بالطبع هو يلزمها تنطلق حتى من قبل، إذا كان الناس إذا كان الناس ترشحوا وانتخبوهم العباد كيفاش تعمل معاهم عدالة انتقالية؟ علاش العملية الوقائية نتاع الفصل 15، وقت نقول الفصل 15 كما نقولوا بوراليفيت، خاطر هو المحتوى نتاعو المضمون نتاعو ينجم يتنقح ينجم يتعدل، تتنحى فيه الأشياء اللي هي معناتها ماهيش واضحة كما قضية المناجدة، ما فماش قائمة مضبوطة وواحد كل واحد يخرج اسمه في جريدة ما يعرفش حتى هل ترى صادق على كونه اسمه يتذكر ولا ما يتذكرش. ما فماش ثوابت ودعامات اللي هي تخلي، خلافا لمسألة المناجدة. بالنسبة للباقي المسؤولين في الهياكل العليا متاع التجمع، مش معقول كونه بعد ثورة كما عشناها معناتها يرجع كأن شيئا لم يكن ويشارك في العملية الانتخابية ويتحمل مسؤولية من المستوى العالي. هذا لابد منه، لأنه إذا تم انتخابه ما عادش ينجم يتعدى على العدالة الانتقالية. قلنا اليوم حاجة كما تشبه الفصل 15 ضرورية، لأنه بالفعل مش بعد لا يتخذ يشري مقحلة. صحيح. والعدد باش يكون ضئيل وضئيل جدا، يعني بالمقارنه مع التجمع وما كان يدعيه اللي عنده مليونين، باش يمس
ألف ولا ألفين شخصية على أقصى تقدير. إذا كان نطبقوا بنفس الروح وبنفس المعطيات اللي هي موجودة اليوم وفي إطار القانون، ما تنساش اللي فما شكون تظلم ضد الفصل 15 ومرت المسألة قدام المحكمة الإدارية قبل انتخابات 2011، والمحكمة الإدارية عطات يعني حكمت في اتجاه احترام الفصل 15 واعتبرته كونه فصل دستوري وما يتناقضش مع احترام الحريات ومع المواثيق الدولية. واضح. لكن اليوم من المشاكل المطروحة الكبيرة عندكم في المجلس الوطني التأسيسي يا سي مصطفى بن جعفر مشكلة الوقت. الوقت بارشة ملفات وبارشة قوانين ومش المرة الأولى. مشكلة الوقت. القانون الانتخابي، هيئة مراقبة دستورية القوانين، شكون يجي قبل؟ وإذا كان باش نقدم واحدة على الأخرى فما بعد تبعات متاع وقت وكذا. كلثوم بدر الدين النائبة في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة قالت نقترح على رئيس المجلس الوطني التأسيسي الشيء اللي باش نسمعه. تفضل. احنا كنا طلبنا من السيد رئيس المجلس انه يسمح لنا ان نشتغلوا بالليل، لكن السيد النواب طالبين توفير النقل وتوفير السكن الاشتغال في الحصص الليلية، يمكن نضطر ان نشتغل يوم السبت حتى ان نحاول نقدم اكثر ما يمكن. شنو رايك سي مصطفى بن جعفر؟ طالبين مش يخدموا في الليل، هما طالبين توفير جمله من الظروف. بما انك تخاطب فيها عن طريق عن طريق الاذاعه، أي. انا نقول لو كان الصفه نتاع اختنا كلثوم بدر الدين كانت شامله لكل النواب والنائبات، والله نهزهم لداري. ايوه باش يخدموا في الليل ويرقدوا ويقوموا الصباح بكري ويخدموا. الواقع غير هذا. هذا اضافه الى بعض امور اجرائيه اللي للاسف احنا في وقت اللي اخذنا القرار في تحسين المنح نتاع النواب، في نفس الوقت نحينا كل ما كان يتعلق بالسكن وبالنقل الى غير ذلك. لقينا رواحنا فضويين، لان احنا توا عندنا اكثر من عام ونص نستناو في المحكمه الاداريه باش تبت في جوهر القضيه، ونعرفوا المسألة طول بالطبع، لكن بالنسبة للقضية كمان هذه اللي هي مرتبطة بمجلس وطني تأسيسي عنده مرة يعيش مرة واحدة في التاريخ، لقينا رواحنا بالفعل مما اضطرنا كونه نعملوا إجراءات استثنائية عندما كنا نناقشوا في الدستور. هالإجراءات الاستثنائية باش نعاودوا نمشيوا فيها عندما سنناقش قانون الانتخاب. القانون الانتخابي. لكن بالنسبة لأعمال اللجان تبقى مسائل فردية وما هوش ممكن باش نحلوا المشكل. لكن حاجة ثانية، احنا زاد بالتجربة عندما نعملوا حصص ليلية نمسوا ياسر من الحصص الصباحية، لأن اللي يسهر مش يبقى صعوب. يعطيك الصحة. اللي نربحوه من شيرة نخسروه من شيرة، والأفضل هو كون الناس تنطلق التسعة متاع الصباح. لو كان الناس كل تخدم من التسعة متاع الصباح للستة متاع العشية، توا الأمور تمشي على غاية ما يرى. نمشي ولعلق. علق. هاشتاج شمس اف ام. فيسبوك شمس اف ام باج اوفيسيال. ميل ستوديو شمس @ شمس اف ام.net. تليفون 71 16 70 70. ريبوندور 71 16 70 80. سامح مفتاح في علق، مرحبا بك سامح. عسامة الأخرى حمزة، عسامة مختار، وعسامة سي مصطفى بن جعفر. قبل كل شيء حمزة باش نقولوا سامحونا للناس اللي في الفيسبوك يكتبوا افيك دي بسودونيم ولا ديفو بروفيل، ماناش مش ناخذوا الأسئلة نتاعهم. محمد الميزوري يسألك سي مصطفى بن جعفر، يقول لك لولا الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي كنت تنجم تفرض دستور ديمقراطي على الإسلاميين على عكس ما كان مبرمج في دستور 1 جوان 2013 ولا لا؟ هذاك يجبد في الحافل الروح وبدا بالحملة الانتخابية. هو في الحقيقة ما ثماش طرف ينجم ما يقولش اللي كان مشانا، وربما وهذه قلتها في السابق لكن نأكد عليها لأنه شعوري الحقيقي، وأن إذا كان حاجة حققناها ونعتبرها جد إيجابية يعني في مستوى عالي، إضافة إلى مضمون الدستور مضامينه الحريات، برشا قضايا اجتماعية، السلطة المحلية حاجة جديدة، المحكمة الدستورية إلى أشياء أخرى ممكن نستعرضوها في حصة اللي هي مخصصة فقط للدستور. إضافة إلى ذلك هو كونه اليوم كل واحد يقول الدستور أنا عملته، هذا أهم مكسب بالنسبة لتونس، تونس اليوم وبالنسبة للأجيال القادمة. إذا السيد أخونا محمد أنا نقول له لو كان مش التحالف راهو الدستور ما كانش كما نحبوه، أما مش وحده، كل الأطراف، كل مكونات المجتمع المدني، الخبراء اللي استدعيناهم يعني في مناسبات متعددة، هذوما الكل شاركوا
وحتى واحد ما ينجم يقصي أي طرف. واضح. ولا يكون والدليل على ذلك لا نحب نقول وأن لجنة التوافقات اللي اجتمعت بدأت اجتماعاتها من منتصف جوان يعني قبل الاغتيال، ليلة الاغتيال وصلنا باش نحقق توافقات تقريبا 80% من الدستور الحالي اللي اليوم صادقنا عليه. سمح شادلي بالخوجة يقول لك التطلعات السياسية للتكتل قبل التحالف مع النهضة تحققت ولا لا، واليوم لو نرجع انتخابات 23 أكتوبر هل يعاود التكتل تحالف مع النهضة مرة أخرى؟ مش تحالف مع النهضة، هو محاولة لحكومة مصلحة وطنية تضم جل الأحزاب اللي ناضلت من أجل الديمقراطية ومن أجل الحريات، لأن يعني فما أحزاب جديدة تو، أما الأحزاب اللي ناضلت بمختلف تنوعاتها من اليسار إلى اليمين كان رغبتنا كونوا الناس كل يشاركوا في الحكم، لكن في نهاية الأمر لقينا روحنا في ثلاثي مع بعض شخصيات مستقلة اللي ما نقلوش زادة من قيمة المشاركة متاعها ومساهمتها. أحمد بن عمر اللي هو من متساكني باب سويقة يقول لك راك أنت سي مصطفى بن جعفر من أصلي باب سويقة ورانا صوتنا لك لكن عمرك ما زرتنا حتى مرة، علاش ورانا متغشين؟ أنا يزمك تزورنا باش نعاود نصوتوا لك مرة أخرى. والله لما نزوركم أمان تفرحوا بيا زاد. هو قال لك زورنا. هذه هي علقة اليوم. شكرا لك سي مصطفى بن جعفر. شكرا لك سامح مفتاح، يعطيك الصحة. يبقى نشكرك سي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام للتكتل على حضورك معنا اليوم في استوديو شمس. شكرا لك. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة وعلى الحماس. مرحبا.